برنامج تصميم الجرافيك هو أحد برامج كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة. البرنامج بيجمع بين مجموعة من المهارات الذهنية والحرفية اللي بتمكن الطالب من الإبداع والابتكار في كل ما يخص مجال التصميم الجرافيكي والمالتي ميديا أو ما يطلق عليه الوسائط المتعددة. المجالين دول الحقيقة شغالين تحت مسمى عام اسمه الاتصال البصري أو الفيجوال كوميونيكيشن، وده واحد من أهم التخصصات في كليات الفنون سواء جوه مصر أو بره مصر. البرنامج بيهتم بتطوير مهارات الطالب سواء كانت المهارات يدوية أو مهارات رقمية، وده باستخدام أحدث البروجرامز أو الكمبيوتر بروجرامز الخاصة في مجال الجرافيك علشان يقدر يحقق الطالب أعلى مستوى من البروفيشناليتي أو الاحترافية في الموضوع ده. الحقيقة الكلية مجهزة بواحد من أحدث الكمبيوتر لابس اللي بتعد الطالب إن هو يبقى بروفيشنال في مجال الكمبيوتر جرافيكس أو الديجيتال على وجه الخصوص. نظام التدريس عندنا في البرنامج بيعتمد على الساعات المعتمدة. الطالب بيحتاج ان هو يدرس 144 ساعة عشان يكون مؤهل او يخرج او يحصل على شهادة التخرج. ال 144 ساعة دول موزعين على 8 فصول دراسية وبيدرس خلالهم حوالي 51 مقرر. البرنامج الحقيقة بيقوم على تنمية المهارات التعليم والتعلم الذاتي لدى الطالب، وبيعمل على تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية، ودي حاجة من أهم المميزات اللي بتميز خريج كلية الفنون والتصميم بشكل عام وبرنامج الجرافيك بشكل خاص. علشان ده يحصل احنا محتاجين نشتغل بالابروتش اللي اسمه interactive learning او التعليم التفاعلي. الطالب محتاج اكسبريس او يعبر عن الايديا اللي في دماغه، بيبقى في حوار دائم مع الانستراكتور في كل ما يتعلق بالمواد الدراسية. كمان بيبقى في open discussions او مناقشات مفتوحة حوالين التوبيك اللي بيدرس داخل كل مقرر. من ضمن الحاجات الأساسية ومهمة جدا داخل برنامج التصميم الجرافيكي ما يطلق عليه الفيلد تريبس أو الزيارات الميدانية. الزيارات الميدانية دي مهمة جدا للطالب بحيث أنه يقدر يربط أو ينجيج كل اللي بيتعلمه داخل الكلاس وما هو موجود بالفعل في سوق العمل. ده طبعا بيتيح للطالب فرصة هائلة جدا أنه هو يقدر يطبق كل اللي بيدرسه بشكل نظري في المجال العملي من هو طالب قبل ما يتخرج، علشان يكون قادر ان هو يتعرف على المشكلات الموجودة في سوق العمل ويقدر يحلها بعد التخرج او يساهم في حلها على الاقل. الخريج بيبقى متمكن طبعا من استخدام احدث البرامج في مجال التصميم الجرافيكي والمالتي ميديا، بيقدر يعمل او يتعامل مع تصميم اغلفة الكتب والمجلات بشكل عام، يقدر يتعامل مع الفنون الرقمية المتقدمة والمرتبطة بالتصميم الجرافيكي، لان البرنامج بيحتوي على مسارين. المسار الاول هو مسار التصميم الجرافيكي، والمسار او التراك الثاني اللي هو مسار المالتي ميديا او الوسائط المتعددة، وده واحد الحقيقة من اهم مجالات الاتصالات البصري الحديثة اللي بتتعامل مع وسائط مختلفة او غير تقليدية زي الفيديو وتصميم صفحات الويب وتطبيقات الموبايل والسوشيال ميديا والفيديو جيمينج. فرص العمل اللي ممكن يلتحق بها الخريج الحقيقة كتيرة ومتنوعة، من ضمنها طبعا يقدر يشتغل في مختلف الهيئات والوزارات والجهات العامة والمكاتب الخاصة، طبعا بإضافة ان هو يقدر يفتح او يشتغل في مجال التصميم الجرافيكي الحر، يبقى له البيزنس بتاعه الخاص، وده طبعا احنا بنؤهله ليه، بيدرس بعض المواد اللي تؤهله ان هو ازاي يعمل فيزيبيليتي ستادي او يعمل دراسة جدوى لبروجكت او مشروع ويقدر يشتغل بشكل حر ويعمل his own business. الخريج كمان يقدر يعمل في مجالات مهنية مختلفة، من ضمنها المطبوعات والإعلام الرقمي. يقدر كمان الخريج يشتغل في تخصصات تانية مثل الإعلام الجماهيري، يقدر كمان يشتغل في التسويق والإعلانات والعروض الترويجية، كل ما يتعلق بتصميم الكتب والمطبوعات. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي يقدر يشتغل فيها الخريج هو مجال البراندينج وتصميم اللوجو وما يطلق عليه الكوربريت ايدنتيتي. مجال تصميم البيئة الافتراضية او الفيرتشوال رياليتي ده من المجالات اللي بتميز خريج الجلالة عن نظيره من كليات المناظرة، لانه برنامج يعتبر حديثا داخل مصر ولكنه مطلوب جدا سواء محليا او دوليا، والطالب عندنا متميز جدا في البرنامج ده ويقدر يستخدمه بشكل احترافي، وده من ضمن المميزات الاساسيه جدا لخريج برنامج الجرافيك والمالتي ميديا بجامعه الجلاله.